بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة وطالبات المدارس الثانوية للتمريض، وأهلا بكم متابعينا الكرام على قناتكم قناة مدارس التمريض والطب. والنهاردة هنتكلم عن موضوع جديد من مادة طب أمراض البطنة تحت عنوان الفشل الكلوي المزمن Chronic Renal Failure. والفشل الكلوي المزمن هو عبارة عن قصور متقدم في وظائف الكلى. الأسباب يا إما تكون أسباب أمراض معينة زي مرض الهول السكري سواء كان من تايب 1 أو تايب 2، وبيبقى في حالات ارتفاع ضغط الدم أو في حالات وراثية زي تكيسات الكلى بوليسيستيك كيدني، أو في حالات أمراض مناعية زي السيستيميك لوبس إريثيماتوزيس أو الذئبة الحمراء، وبيبقى موجود في التهاب الأوعية الدموية المزمنة وتصلب الجلد المزمن، أو في حالات انسداد الشرايين المغذية للكلى، وبيبقى موجود في انسداد في المسالك البولية في حالة الحصوات اللي بتبقى موجودة في الحالب أو ضيق في الحالب. في عوامل أخرى غير معروفة السبب. من ضمن الأسباب برضك الالتهاب النسيج الكلوي المزمن كرونيك بايلونيفرايتس، والتهاب الكبيبيات. المضاعفات ممكن يحصل في احتباس في السوائل داخل الجسم، أو اضطراب نظم القلب أريزميا، أو كسور في العظام وبيحصل ممكن يحصل فقر دم وأنيميا أو إصابة الجهاز الأعصاب المركزي، وده بيعمل لنا صعوبة في التركيز وتغيرات في شخصية المريض، وبيبقى فيه انخفاض في الشهوة الجنسية وضعف في الانتصاب، وبيبقى فيه ضعف جهاز المناعة، وبيحصل فيه مضاعفات أثناء الحمل. الأعراض اللي موجودة بالنسبة للعضلات بيحصل فيه ارتخاء في العضلات ووهن في العضلات. الأعصاب الطرفية بيبقى فيها خضر وتنميل في الأعصاب الطرفية. بالنسبة للجهاز العصبي بيبقى ممكن يبقى فيه تشنجات أو غيبوبة، والجهاز الهضمي بيبقى فيه غثيان أو قيء، وممكن يحصل فيه قيء دموي نتيجة نزيف قرحة في المعدة، وطبعا بيبقى فيه قرحة في المعدة. الجلد بيبقى فيه حكة في الجلد، والدم بيبقى فيه فقر الدم وأعراض فقر الدم بتبقى موجودة. الجهاز التنفسي بيبقى فيه بلورزي يعني التهاب في الغشاء المبطن للرئتين، وممكن يبقى فيه التهاب رئوي أو ارتشاح رئوي. الجهاز الدوري بالنسبة للأعراض اللي بتبقى موجودة بالنسبة للجهاز الدوري بيبقى فيه بيريكارديتس أو التهاب في الغشاء التموري، وبيبقى فيه ضيق في الشرايين، وبيبقى فيه هبوط في عضلة القلب. بالنسبة للأملاح المصل عند المريض بيبقى فيه زيادة في البوتاسيوم وزيادة في السوائل داخل الجسم، وفي زيادة في الفوسفور والمنجنيز، وبيبقى فيه عدم توازن بين حموضة وقلوية الدم. العوامل المساعدة لتدهور الحالة ووصولها لمرحلة الفشل الكلوي بيبقى فيه تضخم في الأنابيب ونقص معدل المرشح الكوبيبي وزيادة في ضغط الدم الكوبيبي. الثلاثة دول بيؤدوا إلى سرعة حدوث الفشل الكلوي. لو جينا نتكلم عن التشخيص هيبقى عندنا تشخيص كلينيكي وتشخيص معملي وتشخيص بالأشعة. التشخيص الكلينيكي وده بيكون
الأعراض والمضاعفات اللي بتبقى موجودة عند المريض. التشخيص المعملي بنعمل تحليل بول، بنفحصه كيميائيا وميكروسكوبيا، وبنعمل وظائف كدة عشان نشوف الكرياتينين، وبنشوف البولينا النيتروجيني بي يو ان، وبنشوف البي اتش والسبيسيفيك جرافيتي، وبنشوف الافراز الجزيئي للصوديوم، وكميه البروتينات والزلال في اللي نازله في البول. بنعمل بقى فحوصات بالاشعاعات، بنعمل اشعه عاديه واشعه بالصبغه اي دي بي، وبنعمل موجات فوق صوتيه على المسالك، وبنعمل سي تي على المسالك، وبنعمل مسح ذري للكلى، وبنعمل بناخد عينه من الكليه، وده اخر اجراء بنعمله. لو جينا نتكلم عن العلاج، اول حاجه هنعالج الاسباب، يعني هنعالج لو كان فيه سكر، زياده في السكر بنظبط السكر، ولو كان مريض ضغط بنظبط الضغط لعند المستويات الطبيعيه، ولو كان في اي التهابات في النسيج الحشوي دي كده بنحاول ان احنا نعالجها، بنعمل له مزرعه ونشوف المضاد الحيوي المناسب، وبنعالج الذئبه الحمراء، او لو كان في التهاب في الاوعيه الدمويه، او لو كان في انسداد في المسالك البوليه نتيجه حصو او ضيق في الحالب بنحاول ان احنا نعالجه، وبنشوف اي اسباب اخرى بنعالجها. لو كان في انيميا، طبعا لو كان في انيميا وفقد الدم، والمريض كان سببه ان هو فقد كميه دم زايده، بننقل له دم، وبنظبط له السوائل الزياده اللي موجوده في جسمه، وتعويض نقص املاح المصل وضبط كميه السوائل، ومنع اي مسكنات او مضادات الروماتيزم، ده بيكون ممنوع منعا باتا عند مريض الفشل الكلوي، او الناس اللي هم بيبقوا عرضه ان هم يحصل لهم فشل كلوي، بنمنع عنه كل المسكنات. الاقلال من الاطعمه الغنيه بالبوتاسيوم مثل الموز. وبالنسبه للاكل، بنظبط له الاكل المناسب، يعني بنديله 40 جرام من البروتين، و250 جرام من النشويات، و60 جرام من الدهون في خلال 24 ساعة. بعد كده بيبقى في علاج تعويضي، بيبقى عن طريق الغسيل، وعندنا نوعين من الغسيل، غسيل دموي وغسيل بروتوني. والغسيل الدموي بيبقى عبارة عن 3 جلسات في الأسبوع، والجلسة مدتها من 3 إلى 5 ساعات. بيكون عن طريق إن إحنا بنعمل له وصلة من توصل الشريان بالوريد في إدراعه، وبعد كده بيعمل الغسيل. في بقى الغسيل البروتوني، وده بيبقى يفضل للناس اللي هم كبار في السن، أو عندهم بول سكري، أو عندهم أمراض في القلب. بالنسبة بقى للوقاية، المحافظة على اللياقة البدنية والقيام بنشاط بدني، والمحافظة على نسبة السكر بالدم في حدود الطبيعي، وعلاج ضغط الدم المرتفع، وغذاء صحي متوازن مع وزن طبيعي، وعدم التدخين، لأن التدخين بيقلل الدم اللي واصل للكلى، والامتناع عن تناول المسكنات بدون داعي، والفحص الدوري المنتظم، وبالأخص عند الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر زي السكر والضغط الدم.